مساء الخير متابعي المستمع، معكم عزوز الديب. هنا كان مشاهد فرحة الأطفال في إيجار الدراجات هنا. عم محمد وعم محمود بيأجر العجلة الساعة ب2 جنيه زي ما حضرتك شايفين. معانا الأطفال بتبدأ تستمر فرح العيد الأضحى المبارك. زي ما حضرتك شايفين معانا بيبدأ زحمة الأطفال على إيجار الدراجات الساعة 2 جنيه فرح طفلك 2 جنيه. زي ما انتم شايفين حضراتكم بيبدأ الأطفال الدراجات تلعب بيها لمدة ساعة 2 جنيه على حسب حجم العجلة. زي ما انتم شايفين حضراتكم الأطفال بتبدأ تستمر في فرحة العيد. إيجار العجلة هنا في منطقة السيدة هزينة تبدأ تفرح الأطفال النهاردة تالي أيام عيد الأضحى المبارك. هنا إيجار العجلة زي ما تشوفين 2 جنيه، ممكن تفرح طفلك 2 جنيه، ودي أرخص لعب للأطفال في العيد إن هو يأجر عجلة ويلعب هي مؤسرته. زي ما حضرتك شايفين معانا كل طفل بيبدأ يختار الدراجة أو العجلة المفضلة ليه. على حسب سن الطفل يختار الدراجة بتاعته. ساعة 2 جنيه فرح طفلك في عيد الأضحى المبارك. زي ما حضرتك شايفين معانا مستمرين في الإخبارية اللفات الخاصة. الأطفال كلها بتفرح، استمر معاها فرحة عيد الأضحى. كل بيأجر عجل للأطفال أرخص لعبة يلعبها.